على ذكر ان حضرتك بتقول ان مثلا لو السعر العالمي عالي يبقى المستورد ما بيسيب ويوكل الموضوع ده للدولة. اه طبعا. طب هنا في سؤال تاني، يبقى مين بقى هذا الحائر اللي في النص اللي هو المزارع المصري اللي دايما ما بيسأل على السعر العادل ليه، والمجلس بيوفر ده والدولة بتوفر ده في إطار الموازنة العامة للدولة، في إطار ان المحصول بيتحط له تقييم مهم جدا. سؤالنا بقى اللي هو أجمع عليه كتير من الجماهير، وأنا وعدتهم ان الإجابة لازم تكون عند حضرتك، في زيادة في سعر توريد قصب السكر السنة دي ولا لا؟ انا اقول لحضرتك يعني هناك في دراسات كبيرة قوي كانت بتحصل سنويا بالنسبه لسعر القصب وبالنسبه لسعر البنجر. وانا هكلم حضرتك بمنتهى الصراحه، يعني احنا من 3 سنين كنا بنفكر ان احنا عاوزين فعلا يبقى يزيد السعر يزيد. صحيح. ولكن زياده السعر هتاثر على السكر للمستهلك. السنه دي يعني البنجر على سبيل المثال، البنجر احنا وصلنا اقبال للبنجر السنه دي 650 الف فدان، ولو كان في تقاوي كان اتزرع 750 الف فدان. الاقبال الشديد ليه؟ لانه هو المحصول الوحيد التعاقدي اللي جاب فلوس السنه اللي فاتت. لا القمح جاب ولا البرسيم جاب ولا الفول جاب. صحيح. ولا العدس جاب. صحيح. مفيش حاجه جابت. صحيح. فاقبال عليه. فهي المساله كلها عرض وطلب. وانا كمجلس محصول سكريه انا في المقام الاول، انا يهمني الفلاح طبعا. سواء القصب سواء البنجر. لو الدوله فكرت ان هي تزود هذه الاسعار وفي زياده في الاسعار، انا هكون اول واحد فرحان اكيد. وانت حضرتك إن السعر بيزيد، لان المجلس داعم انا يهمني الفلاح. صحيح. انا يهمني في المقام الاول الفلاح. ولذا انا بارجو، وفي لجنه مشكله من دلوقتي الدوله مشكله لجنه من وزاره التموين والزراعه والري مع جمعية منتج القصب برئاسة شركة حضرتك السكر برئاستي لدراسة محصول قصب السكر بواكي عام. وسعر القصب وكل حاجة. وإن شاء الله إحنا بنقول إحنا في صف المزارع. ويهمنا جدا، يعني إحنا بنقول لو السعر زاد مثلا بمبلغ معين مثلا وأثر هذا على السعر للمستهلك مش هيكون تأثيره كبير قوي، في حين ان المزارع بتاعي استفاد. انا يهمني المزارع مصر سواء قصب سواء بنجر. فاحنا بنطلب ان برضه يبقى فيه مراجعه، واللجنه هتراجع يعني كده محل الموضوع محل دراسه. ويعني كده نستبشر ان في امل في الزياده. لا ان شاء الله ان شاء الله. لكن شاء هو السنه دي خلاص ربما تكون يعني على ان شاء الله تاكد لكلام حضرتك ان ربما يكون ما فيش زياده السنه دي، يعني طرح لغايه دلوقتي ما فيش زياده. يعني. لكن لسه لك لو هيبقى في قرار او هيبقى في اي حاجه بيبقى ملزم، يعني اي حاجه بتبقى ملزمه سواء كانت السنه دي او السنه. ولكن الموضوع محل دراسة، وإن شاء الله إحنا يهمنا تماما إن المزارع يكون مستريح. أكيد.